مساء الخير جميعا ومرحبا بكم معنا في حلقة يوم الأحد. عندي لك جوج ديال الأسئلة. السؤال الأول، واش انت شخصية حساسة؟ شكون هي الشخصية الحساسة؟ الشخصية الحساسة هي اللي عندها حساسية تجاه بعض التصرفات اللي كيقدروا يكونوا عند بزاف ديال الناس في المجتمع، بحال الهضرة بالشات، بحال الضحك، بحال الشدان، بحال شي تمكريب، بحال شي تصرفات اللي كيجعلوا منك انت كشخصيه حساسه شخص ما تيقش في نفسه ومكتئب وباغي غير تنعزل. الشخصيه الحساسه هي الشخصيه اللي عندها حساسيه تجاه بعض الظواهر اللي ولينا كنشوفوهم بزاف 2024، ظاهره الهرقاوه، ظاهره ديال الالم من بعد الطوفان، ظاهره عدم الاحساس بالاخر، لو مونك دونباتي. يعني هادو ظواهر ولينا كنشوفوهم بكثره، واللي الا كنتي اليوم شخص حساس وما عرفتيش كيفاش تعايش مع هادشي اللي عندك معاه انت الحساسيه، لان انا كنتفهم انك ملي كتخرج الصباح وانت كتلاقى مع الناس ربما كتشوف شي تصرفات كي ازموك نفسيا وما كتقدرش تهضر عليهم، وهذا كيرجع الواحد النموذج اللي فرضوه علينا من الصغر ديال ان خاصك دائما تبان قوي رغم انك انت في الداخل ديالك حساس في شي جهه وكتكون العصا، خاصك تقبلي التمكريب ديال راجلك رغم انه انتيا محطمه نفسيا بهذيك التصرفات الميكروبيه ديالو، خاصك تقبل التمكريب ديال عمك، خاصك تقبل التمكريب ديال الزميل ديالك في العمل لانه شد عليك شي دوسي، خاصك تقبل التمكريب ديال صاحبك اللي خاصك دائما تخلص عليه لان نتايا خدمتي على دوك الفلوس ودرتي شي حاجه في حياتك، وخاصك تحمل المسؤوليه ديال الفشل ديالو هو وبانه هو فاشل بسببك انت. ولكن اللي خاصك تفهم، وهذا الشيء اللي كنحاول نفسر للناس اللي كنخدم معاهم حتى في التدريب الفردي، كنفسر لهم بان انت ما مضطرش تتبع واحد النموذج. انا ما غنتبعش النموذج ديالك، وفي نفس الوقت ما غنعارضكش، ما غنقولش انا ما متفقش معاك على داكشي اللي كدير. انا هنايا باش نخلق النموذج ديالي ونمشي فيه، ولكن غادي تجي تعرض ليا في النموذج ديالي باش تجيبني النموذج ديالك، غادي نحفط لك على وجهك. سالينا، الحياه سهله والمقاريب كيصعبوها علينا، ولا كنتي اليوم شخصيه حساسه فراه هذا الميساج هذا موجه لك انت بالضبط. الله يخليك، ما تبقاش حاضي مع الكلمات اللي كنستعمل، واش خايبه ولا زوينه، واش كنخسر الهضره ولا كنقول شي كلمات ماشي هما هذوك، لان الا كنا غادي نبقاو نجتانبوا بعض الكلمات ونبقاو نجتانبوا بعض المواضيع، لاش انا هنا؟ لاش داير هذا الفيديو هذا؟ ولا كنتي متبعني من شحال هذه راك كتعرف الاسلوب والخط التحريري ديالي كيفاش داير. فانا هنا باش نساعدك باش تخلص من هذاك النموذج الكلاسيكي اللي خشوك فيه بزز، اللي كيجرد الانسان من الانسانيه ديالو، وخاصك تبقى دائما قوي، ما خصكش تبان حساس في شي منطقه، ومنين انت كتبغي تبان قوي وما كتبغيش تبان حساس في ديك المنطقه، بنادم كيعفط لك على ديك المنطقه الحساسه وانت كتاكل العصا نفسيا، ولكن رغم ذلك خصك تبان قوي. وبالتالي انا ما غاديش نقدر نعبر على الحساسيه ديالي وما غاديش نقدر نفرضها لان ما بغيش نبان ضعيف، وفي نفس الوقت ما غاديش نقدر نستحمل التمكريم ديال الناس الاخرين، وبالتالي كنولي نلتجأ للادويه، كنولي نلتجأ للرقيه الشرعيه، ومشي ندير الرقيه عند واحد اللي هو براسو متصالحش مع راسو وكيبدا يخلع فيك على اساس فيك الجن العاشق. وفي 2024 الا كنتي ما عندكش الحس النقدي وما كنتيش قادر تبني قناعات خاصه بك، وما كانش عندك المهارات ديال الذكاء العاطفي والاجتماعي وديال التواصل، كلشي غيدخل عندك للصالون بصباطو. ولا كنتي شخصيه حساسه غادي تعطي فرصه لهاد الناس هادو انهم يعفطوا لك على وجهك. ثاني نقطه، الا كنتي كتحس براسك اليوم انت شخصيه حساسه، فخاصك تفهم ان الشخصيه الحساسه ماشي هي الشخصيه الضعيفه، الشخصيه الهمجيه ماشي هي الشخصيه القويه، الشخصيه الحساسه هي الشخصيه اللي عندها واحد النقطه حساسه فيها تجاه كيف ما قلت لكم بعض التصرفات، تجاه شي حوايج، تجاه التجمعات العائليه،
اتجاه الجلاس في الاماكن العموميه اللي فيهم البشر بزاف، وانت ما قابلش هذا الكوتي، هذه الجهه الحساسه فيك، يعني متصالح مع واحد الجهه فيك، يعني الجانب النير اللي فيه الضوء وما باغيش تقبل الجانب المظلم. هذا ماشي ضعف، هذا نقدروا نقولوا انك ما زاعمش تدخل في هذيك منطقه الظل اللي عندك، ما قادرش تعبر في المجتمع وتخرج هذيك منطقه الظل اللي عندك مخزنه هنايا. وهذا الشيء عنده علاقه بالنموذج اللي تكلمت لك عليه، ديال خصك دائما تبان قوي واخا انت كتاكل العصا في الداخل ديالك. ما قادرش تقول لهم لا سمحوا لي انا ما كنستحملش هذا التمكريب، هذا انا ما انا واحد الشخص حساس في هذه الناحيه دي. المجرد انك تقول بنادم انني انا شخص حساس في هذا الكوتي هذا في هذه القضيه وهما الحدود ديالي، هذيك في حد ذاتها راه قوه. الشخصيه الضعيفه هي الشخصيه اللي ما متصالحاش مع راسها، يعني عندها واحد الجهه مظلمه فيها ولكن ما قبلهاش لان ما بغاش تبان ضعيفه. وهذيك المنطقه الحساسه اللي فيك الا قدرتي تقبلها وتدخلها في الداخل ديالك وتنسجم معها، غادي تولي عندك الانرجي ديال بنادم اللي رجليه في الارض وراسه الفوق، رجليك في الارض وراسك فيه، سي اون انرجي. تخيل معايا كيفاش كانت غادي تكون حياتك الى هذاك لو كوتي نتايا اللي كتحاول دائما تخبيه وسكت عليه، والناس اللي دايرين بك كي دائما كيضربوا لك هذيك البلاصه الحساسه بالتصرفات ديالهم، وجيتي واحد النهار وقلت لهم اوكي ها هما الامور اللي ما كنرتاحش معاهم، تواصل ها الامور اللي ترتاح معاهم، انا بشر قبلتي هادشي مرحبا، ما قبلتوش الي فو فيغ فوتغ. يعني فاش كتقول لهم الي فو فيغ فوتغ هاي ما بقاتش ديك الحساسيه. واحد مؤخرا جالس معايا قلت ليه راني سافرت لشي دول وشحال كنت كنخسر هنا وشحال كنت كنخسر هنا، باش جاوبني قال لي لا هادشي انا والله ما نخسر هذاك الشيء كامل في داك الشيء. خويا شغلك هذاك ماشي هذا هو المشكل، المشكل تيقول لك شي انا ما نديرش انا هكا، انت ما طلبتيش الراي ديالو وفي نفس الوقت كتحس بيه كيهاجمك لانك ماشي بحالو. فات فيغ فوتغ شغلك هذاك، يعني غير مجرد فاش كتبدا تهضر معاه بواحد وكيبدا انت كتهضر معاه عادي انت ما ضده ما حتى شي حاجه، هو تيقول لك شي انا والله ما ندير انا هادشي، وفات فيغ فوتغ شكون انت؟ ما خاصكش تبقى تطبع مع بنادم اللي فيه لا موغال. شنو هي لا موغال؟ هو الدروس، عطيه الدروس. شي انا والله ما ندير بحال هكا، شي انا في الحقيقه كنت بلاصتك والله ما ندير بحال هكا، شوف شي انا كنت كنحترمك ولكن ما عجبنيش انا هادشي، وفات فيغ فوتغ شكون انت؟ باش يمكن لك تدخل واحد الفكره اللاوعي ديال الانسان خاصك تكررها، احنا دابا تنكرر فيها. الا بغيتي نقولها لك بالدارجه احتراما للناس والرجال والنساء اللي كيتفرجوا فينا ما غنقولهاش بالدارجه. اذا انت ماشي شخص حساس يعني شخص ضعيف، انت فقط كتشوف ان الحساسيه ضعف، لان خشاولك في مخك ان الا بينتي واحد الكوتي سونسيبل فيك وحساس فيك راك انت ضعيف وخصك دائما تبان قوي. دونك هذه هي الشخصيه الحساسه. دابا واش حنايا اليوم رغم هذه الحساسيه اللي فينا واش يمكن لنا تكون عندنا واحد الكاريزما عاليه؟ لان دائما كنشوفوا بزاف ديال الناس كيهضروا في الكاريزما وكنساو واحد المساله، كنساو بان الكاريزما راه ماشي هذاك الشخص اللي دائما قوي ومثالي وزوين وبوغوس وتلبس مزيان وتهضر مزيان. نو انا كنتوجه للناس اللي عندهم الشخصيه الحساسه جوج ديال الحوايج. الشخصيه الكاريزماتيه ما عندهاش علاقه بالحساسيه ولا انت عندك ضعف تجاه شي حاجه ولا عندك شي عقده الى اخره. حنا كاملين بشر، كاملين عندنا حساسيات، كاملين عندنا عقد. فجوج ديال الحوايج. المساله الاولى كاريزما الشخصيه الحساسه هو واحد الشخصيه ما كتهضرش بزاف. ثانيا كدير تصرفات صحيحه وذكيه جوست، ما كتقولبش في شي مواقف مع المقارب. يعني كنعرف الجلسه اللي غنمشي نجلس فيها، كنعرف مع من نشارك بعض المواضيع، كنعرف المناسبات اللي نمشي لهم والمناسبات اللي نعتذر لهم. وهنا بالمناسبه غادي نعطيك ثلاثه ديال الامور الا خدمتي عليهم ما غتبقاش هذه الحساسيه دي، وغادي تطور الكاريزما ديالك. ورغم انك شخصيه حساسه غادي تكون عندك كاريزما في البيئه اللي تتعيش فيها. المساله الاولى هي الحساسيه تجاه الناس اللي ما كيتفقوش معاك في شي حوايج فيك وانت لهذوك الحوايج فيك اللي ما باغيش تقولهم. النقطه الثانيه الحساسيه تجاه المدح، ثقافه ديال هرقاوه وبوكمله، خاصك تكون متواضع، عندك تفكير خبزاوي، ما عندكش تقدير الذات، ما كتهضرش على راسك، ما كتلبسش مزيان، ما تفوحش علينا، ما تصورش الماكله، ما ديرش هادي، اش كيتصحاب راسك كتهضر بحال هكا، ما كتصور علينا،
الى اخره. انت فقط واحد الانسان عز لك الحياه، tu es un bon vivant، تعز لك كلبس مزيان، انت ما تتصورش عليه. تيما كاينه الثقافه ديال التمكريب هذه ديال ما خصكش تبين، ما خصكش هذه، ما خصكش هذه. كل انسان ولا ورغم انه هو عنده النيفو وقدر يبين بزاف ديال المؤهلات، ولكن كيخشي راسه ما باغيش يبان. لا، طلع راسك. طوموبيل عندك واعره، بشحال شريتها؟ شريتها ب 40 مليون. شكرا لانك قلتي لي الطوموبيل واعره. واو، لا غوب ديالك زوينه، جات كتحمق. شكرا، ميرسي، سي جونتي. بركه فاش يبقى يمدح فيك شي واحد تبدا يجيك الماليز. بحال شحال من واحد دابا تيرمون كو دايرين به تم المكارم اللي حاضرين غناقصات، كيفاش كيمشي لشي مناسبه كيمدحوا شي واحد ما تيعرفوش، كيمدحوا مدح عادي، كيتخربق. اه شكرا اخويا، والله شوف شوف، والله الا هاد لافيست هادي شريتها غير من البال، ها كديرها 30 درهم، وراه شوف راه كنعرف واحد مول البال، وهذه الاخر كيدير فيها الاخر الاخر. لان شوف، الا كنتي ما مرتاحش مع المدح، كون على يقين ان ما عمر غتكون القيمه ديالك كبيره، وسيرتو الناس اللي غتلاقى معاهم اول مره اللي غيعطيك مدح عادي، وانت كتعامل مع داك المدح بحال ما قالك والو تبوس ليه يديه، ف غادي طيح منك هذيك الحساسيه تجاه المدح، خصها تحيد. اسيوم كي توي، انا عطاني الله، انا ساكن في احسن كارتي، كنسوق طوموبيل واعره، كندوز العطله هنايا، كنقري ولادي في بريفي. الحمد لله اللي عطاني هذا الشيء، الحمد لله يا المحساد. واو، علاش كيهضر بحال هكا؟ اش كيسحب راسو؟ اه خصك تولي تلذذ في الميكروب فاش يكون كيتقلب قدامك حيت ما عاجبوش انت كيفاش داير. انا وليت كنلقى البليزير ديالي في هذا الشيء، علاش؟ لان كنغسلو، لعل وعسى يجي التغيير، على يجي التغيير بسببك. كيفاش بغيتي الناس تحترمك وهي فاش كتكون كتهضر معاك انت محلوله معاك؟ تقدر تقول لك شي كلمه، يقدر يدخل معاك في شي حياه في الحياه ديالك الشخصيه، يقدر يقول لك اخو خويا جيب لي شي باكيت الكارو. كيفاش؟ دونك الحساسيه تجاه المدح، تعلم تقبل المدح. فيست زوينه هذيك، شكرا. شريتيها من البال؟ لا ما شريتهاش من البال، سيني. شكرا. طوموبيل عندك واعره، بشحال شريتها؟ الطوموبيل شريتها ب 40 مليون. الو، شوف، جي جلس معنا، حنا جالسين في قهوه فلان فلانيه. خويا ما تنجلسش في هاد القهاوي هادو، قهاوي ديال الكره والكارو والهضره في الجيو استراتيجي وديال الناس اللي كيفهموا في كل شيء، ما كنمشيش لتماك، ما نجلسش في هاد القهاوي. غتكرهني كرهني. واو، قفطانك زوين. شكرا. شكرا. قلل الهضره. قلل الهضره وقف. وقف. قلل الهضره وقف وقول الحقيقه وكون جوست وتصالح مع هذاك الشيء اللي هارب منه، وراقب الامور كي غادي تتغير من برا. وهادو تدريبات تنديروهم الناس، خصك دير الدوره ديال الذكاء العاطفي والاجتماعي، ودير الدوره ديال النزاعات، اداره النزاعات، لان تكلمنا فيها على هذا الكوتي هذا ديال الكومونيكاسيون. ما كيفاش تبقى هز راسك وكتعطي بفمك؟ انت ماشي عنيف، انت ما مندافعش، انت ما كتخسر الهضره، انت ما كتبروفوكيش بنادم، ولكن هز لاكارد، يعني تعايش مع المكارم، ما كتبقاش هذه الحساسيه هذه. لان باش يمكن نقوي هذه الحساسيه هذه خاصني نقبلها ونتعلم كيفاش نعبر عليها، لان فاش كنعبر عليها وكنخرجها كنطراسي الحدود، وفي نفس الوقت ما كنبقاش عايش مخبي. مساله مهمه هذه، خاصك تعرف ان من بين الامور اللي كيخليو الانسان تبان عنده واحد الكاريزما عاليه هو كيكون اونيك، ما تيكونش عند منسوخ، ما كاينش بزاف ديال النسخ منه. رغم ان كاين واحد النسبه كبيره ديال الناس ما حاملينوش، وما حاملينوش لان ما كانوش يكونوا بحاله، لان كاين واحد المساله في علم النفس تقول بان فاش كنشوف شي واحد وما تنحملوش يعني شفت فيه شي حاجه اللي انا قامعه في نفسي، وانا ما تنحملكش، ولكن بيني وبين نفسي تنقول والله الا ولد الحرام واعر. هي هذيك ديال يخ منو عيني فيه، هي هذي يخ منو عيني فيه، وكنطيرو حنايا في هذه المساله ديال يخ منو عيني فيه، يعني في الغيبه ديال هذاك السيد تفو شحال فيه ديال العياقات الزمر هذا، شو كيفاش كيدير، مالو كدير بحال هكا، مالو مصعب الحياه على راسو، مالو هادي غير كيجي يوقف حداكم، السلام عليكم كيدير بخير، هادي واعرض علينا نشرب قهوه، واعرض علينا نتعشاو، وفين غتكون؟ واجي نهار السبت، شغادي دير نهار السبت؟ شغادير هادي؟ هما هادو يعني يخ منو وعيني فيه. يمكن لي يعطيك محاضره ديال نهار في هذه المساله هذه، لان دخل فيها اداره المشاعر، لان بزاف ديال الناس ما كيقدروش يديروا بحال هكا، لان كيسيطر عليهم هذاك التانيب الضمير الى اخره. وهادو التدريبات ديالنا كاملين كيصبوا انك تخرج احسن نسخه من نفسك. سي با دو بيبو، صبيح صبيح. الناس اللي باغيين يحصلوا على الدورات ديالنا كاينه باقه
فيها ثلاثه ديال الدورات بين ما خرجت الدوره الجديده غادي تحط ان شاء الله الاسبوع المقبل. الا كنتي في المغرب او خارج المغرب يمكن لك تحصل على الدورات المسجله وتتبعهم فين ما كنتي في العالم. دخل الاول تعليق او لا دخل مباشره الموقع ديال الاكاديميه كيبان لكم هنا عزيزافكار.com. هادشي اللي كاين متتبعينا الاوفياء بالنسبه للحلقه ديال اليوم. وصلتي حتى دابا خلي جيم لهذا الفيديو هذا باش يطلع، وخلينا التعليق ديالك ان كومونتير. الى عندك شي جهه حساسه خلينا ان كومونتير، راني كنطالع على جميع التعاليق ديالكم. تنتمنى لكم امسيه سعيده متتبعينا الاوفياء. نتلاقاو الحلقه المقبله الاحد المقبل ان شاء الله. كان معكم عزيز افكار، سلام الفيديو.